واش ديروا الخوت نستعملوا نيكتو باش نسكانيو الكينشي في الهاتف في سيرفر نوت جي اس، راك ما عارفين غادي نستغلوا الا لقينا شي حاجه مهمه. باش بالنيكتو الخوت خصو ديما يكون انستالي عندكم في كالي لينكس، سيتو اب انستال نيكتو الا ما كاينش. المهم نيكتو جابنا معلومات، من اهم المعلومات اللي جاب لينا هو الاكس content type header is not set. شويه ديال السيرتيفيكيت بقى تيقمر علينا بهم، وشويه ديال لي فولدرز جاب بحال مثلا جي كويري فيليت. دابا نشوفو مع من بعد نشوفو واش غادي كاين فيه شي بلان ولا والو. المهم تيبان لك بلي السيت فيه الوورد بريس غريبه صاحبي، وي بي كونتنت الوورد بريس كامل ديال الوورد بريس غريب بزاف. السلام عليكم الخوت، في كالي لينكس انا واحد الحاجه ما ضربتش ليها الحساب، هي انني مني انا عندي انا دابا جبت الويفي فهمتيني بلا انترفاس اللي هي الفا ويفي، فيما كانت كونيكتا كتبدل الانترنال اي بي ادريس، يعني مره نتكونيكتا ب الاي بي اللي هو 100، مره نتكونيكتا بالاي بي اللي هو 104، حتى في التارجت ولا عندي دابا جوج، دابا 104 و100 فهمتي. وباش نحل هذا المشكل الا كان ضرر ليكم فهمتي، نمشيو للهوست، نمشيو للهوست مثلا فيما لقى راسي انا متكونيكتا ب 104 نمشي للجويس فهمتي، بحال هكا 192.168.1.104 طاب جويس، وكاع تقدر ديرهم بجوج و تكونيكتا عادي فهمتي، دير جوج دير 100 و 104 ديرهم بجوج و تكونيكتا عادي، كنترول اكس كنترول اس كنترول اكس. ايوا اجي هنا كتب هاد جويس فهمتي، جويس جنقة 3000، جايش نقاط 3000 ايوا وتبرع يعني فهمتي، عرف هذيك الاي بيات بجوج. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى الخوت، من ناحيه اخرى نقول لكم شنو درت، انا ما بغيتش نضيع عليكم وقتكم وصافي، بغيت نجبد شي معلومات اخرى. اوكي مشيت للاكونت ديالي، دابا الانترسبت كي داير، انترسبت اوف بروكسي انترسبت اوف شير. انا نقولك علاش انا مبغيتش نضيع عليكم الوقت، نقدر ندير مثلا انترسبت اون بحال هكا، ندير اكونت بحال هكا، ندير لوغين، خصك ديما تبقى دير فورورد فهمتيني، داكشي علاش مبغيتش نضيع عليكم الوقت. دير فورورد، دير ايماين مي ياك، ايماين مي اروباس هوت ماي دوت كوم 138 لوغين. خصك ديما دير فورورد فهمتي. المهم نديرو انترسبت اوف، نقول لكم شنو درت باش جبت المعلومات، بلاتي جبت المعلومات شنو جبت انا. المهم دخلت هادو كاملين فهمتي، دخلت هادو كاملين. انت كتشوف دابا مثلا انا شحال عندي دابا مثلا انا في الرصيد، ولكن نشوفو من الاول. مثلا دخلت الايمايمي، دخلت البروفايل، دخلت البروفايل و المهم شفت هنا شنو كاين، مثلا حطيت ايماج ابلود ايماج، نقدر نحط ايرل مثلا بحال هكا ايرل. المهم بحال قلتي درت سبايدر الويب سايت فهمتي، حتى المهم المهم فولدر هيستوري مثلا تشوف اش كاين، ريسايكل مثلا بحال هكا، كتب هنا كتب هنا خربق. المهم برك على كل شيء فهمتي، ضروري ضروري باش يوصل البرب سويفت يوصلوا معلومات على الموقع كامل. ماي بيمنت اوبشن مثلا انترا اوكي اوكي، اد نيو كارت، اد نيو كارت و اد دير نيم، هنا ندير دير اونتري دير اونتري دير فورورد فورورد الى خرجت لك. المهم دخل معلومات صافي، بقش الموقع كامل خصو تبقش فهمتي. درت ريكويست برايفسي بوليسي، هنا الموقع فرح حضر ليا انك فتحتي انا كنت حسيت برايفسي بوليسي بحال ما عرفتش شنو جبت. المهم سجلت شي معلومات بحال مثلا هذا الايميل هذا ممكن يفيدني بشي حاجه. واحد حاجه اللي زوينه هي درت تشينج باسورد، درت كلشي تو اي كونفيجوريشن كامل دخلت ليهم، ولكن واحد الحاجه اللي زوينه
ديجيتال ووليت هنايا. قلت لهم مثلا عطيوني واحد 500 دولار. قالوا لي منين جبدها؟ قلت لها من الواليت. جبدناها من الواليت. هيا ولات شو اين واليت؟ قال لك جبدها من هنا. تخيل هاي ولات 1500 دولار. ما تي 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 زعما دازو فلوس وصافي. فهمتي؟ دخلوا اواز جوي شوب ونجربوا مثلا نشريو شي حاجة. ها مثلا اتو باسكت، نمشيو للباسكت يور باسكت، نديرو تشيك اوت مثلا. هادشي خصني نديرو في انترسيب اون نجيو، ولكن دابا عشان نديرو صافي كونتينيو مثلا بحال هكا. ندير وان دي ديليفري مثلا بحال هكا كونتينيو. بالانس باي صافي، باي بليس يور اوردر اند باي. هادشي كامل غادي نديرو دابا. انا غادي نعاود نديرو انترسيب اون كجمع المعلومات على الموقع وصافي. نتوما كتشوفوا كيفاش جمعنا واحد الخريطة ديال الموقع اللي متعلقة بالبيمنت، فهمتيني؟ ريست ادمين باسكيت برودكت تراك اوردر، هادشي ما كانش عندنا في الاول فهمتي. المهم جبدنا معلومات جديدة. تراك اوردر يوزر، كان عندنا يوزر واليت بالانس. المهم ما كانش عندنا واليت بالانس، ما كانش عندنا ابي ديليفري. ديليفري ما كانش عندنا. برودكت كانت عندنا. ريسايكل يمكن كانتش عندنا ريسايكل. المهم زعما المعلومات، ولكن هذه فين كاينه جويس اتوسكوب حتى هي مع الاخرى حتى هي. شوف السكوب هذه وهذه في السكوب، مزيان كلشي في السكوب. هنايا كاين واحد الحاجه اخرى خرجت ليا بحال هذه ديتكت بورتال دوت فايرفوكس دوت كوم سكسيس دوت تي اكس تي. هادي جابة عندي هادي، ماعرفتش قد تكون شي حاجة مهمة. المهم دابا تنرسم خريطة الموقع فهمتي. ولكن دابا المشكلة في بلب سويت هو انه دابا مثلا الا خرجتي من هاد البروجي درتي طق اكس مشا هكدشي كامل فهمتي. حتى غير هادي بلب سويت كوميونيتي اديشن. انا شنو كندير انا على الاقل بعدا كندير كوبي يورز ان ذيس هوست فهمتيني. كنكوبيهم عندي فين في اوبسيديان ياك. والله ما قلت فين راك تحط ماب. ما قلتش مشالك. المهم ماشي مشكل. اي لينك تري كلمة فيها كاع سميتو راك عارف. اوكي دابا يا الخوت ما بغيناش نخرجو في فيديو غير هكاك، نخرجو بشي حاجة مفيدة. الحاجة المفيدة انا نخرجو بها دابا انتما كندير مثلا فهاد السيرش هادي. ندير مثلا اش فايف وركس اش فايف بحال هكا. شو كتلاحظ في هاد الوركس هادي؟ واش هي صغيرة ولا مشتيهاش؟ يعني خدمات. مثلا درت اش وان بحال هكا. هادي كتسمى تشارا ديال اكسيسس. بالنسبة لي معرفيناش اكسيسس، حنا مزال ما شفناهاش حتى. المهم ادفانسد، لكن في واحد جزء بسيط. مثلا ملي كدير واحد الكود اش تي ام ال كيتخلط مع الكود ديال اش تي ام ال ديال الصفحة و تيخدم، و نتا ما عندكش الحق تخدم اش تي ام ال في الصفحة عشان فهمتي. المهم اوكي ملي خدمنا اش تي ام ال خدمنا اش تي ام ال. نجي نجربو مثلا سكريبت سلاش سكريبت، نديرو الارت و نشوفو واش بصح اكسس ساهلة زعما ولا مفيهاش صعوبات. نشوف ها هو مخدمش. هو تفيلتر شيت فلتر ولا مشيتيش فلتر؟ كنقصد بها مابقاش خدامين انجولار. هاد راه ماشي ساهل باش تخدم فيها الاكسيسس، ولكن الديفلوبر كيديروا اخطاء فهمتيني. والاكسيسس فيها انواع فهمتيني، كاين ريفليكتد اكسيسس وكاين دوم بيزد اكسيسس. دابا دي دوم عرفتي علاش؟ حيت كتخشى في الدوم يعني في العقده ديال الاش تي ام ال. اجي نديروا شي حاجه عاديه ونشوفوا واش تخدم. مثلا الايماج ونخرقوا لها السورس بالعاني. السورس ماشي ما كاينش شي سورس
ما كيديرش السورس فهمتيني، غنديرو لها ايرور في السورس بالهاني ونقولها اون ايرور درينا هاد الاليرت هادي ونشوفو واش غادي تخدم. او ماي جاد، شوف 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 خدمات. سو هنا كاين واحد المشكل، بلاش انا نفهمك، هنا كاين واحد المشكلة غادي يطلع لينا. دابا نديرو جويس، غادي نديرو سكور بورد، سكور بورد اللي طلعنا شنو غادي يقول لنا؟ مثلا نحيدو كلشي، شو ال ولا هايد ال، وخلي غير اكس اس اس. غادي يقول لك لا سيدي انا ما باغيش ديك الاكس اس اس اللي درتي، خلي الاكس اس اس ديالنا فاليد فهمتيني. يقول لك لا سيدي دير لي الاكس اس اس بالاي فريم، فهمتي دير اكس اس اس بالاي فريم. نقدروا زعما نديروا ليه خاطر باش غير باش يدوز، باش يدوز تشالنج وصافي فهمتي. المهم حنا درنا الاكس اس اس فهمتي، هادشي اللي كاين.